هذا النهار غادي نقدم لكم واحد الاكله اللي معروفه بها مدينه وجده، الا وهو كارن الوجدي. طبيعه الحال يعني كارن كاين في بزاف نتاع المناطق في المغرب، بصح كل واحد كيفاش كيقول له. وما تقدرش تجي لوجده وما تاكلش كارن وتشرب معاها باردة. بقاو معايا البنات حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على الطريقه والمقادير اللي هي جد بسيطه وسهله، توجدوها للكوتي ولا توجدوها للعشاء. يعني واحد الاكله اللي زوينه بزاف، كتعجب الوجداء كاملين وكتعجب حتى الناس يعني خارج اللي كيجي زيار مدينه وجده. البنات اللي مازال ما مشتركش معايا تفضل تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. بقاو معايا البنات نفوتوا مباشره الطريقه والمقادير. هنايا البنات غادي ناخذوا الاناء اللي غادي نخلطوا فيه الخليط ديالنا. غادي ناخذوا جوج كيسان نتاع طحين نتاع كارن او الحمص مطحون او الترميس كما كيقولوا له في الشرق. هنايا معروف تقريبا راه كيتباع في جميع المحلات. هنايا كما كتشوفوا ها هو الطحين تاع الحمص كيجي اللون ديالو تقريبا بحال صفر. غادي ناخذ هنا جوج كيسان وكيبقى كتبقى الكميه حسب عدد افراد الاسره. غادي نضيف شويه الملح غادي نضيف شويه الكمون كيبقى اختياري، يعني اللي بغى يديرو في الخليط ولا اللي بغى يخليه. بطبيعة الحال راه ملي كيطيب راه كنزيدو معاه الكمون ونزيدو معاه الهريسه اللي كيبغي الهريسه. هنايا غادي درت شويه الكمون شويه الملح، جوج كيسان نتاع الدقيق نتاع الحمص او دقيق نتاع كارن. غادي نوضعو خميره الكيماويه واحد الصاشيه كامله، وغادي نضيفو البيض. كما قلت لكم كتبقى الكميه حسب عدد افراد الاسره. يعني درت جوج كيسان تاع الطحين، غادي ندير معاهم ثلاثه نتاع البيضات عفوا. وغادي نضيف كما غادي تشوفوا دابا على المقادير السابقة. كاس ما عمرش نتاع الزيت العادية. هنا يا البنات بطبيعة الحال الناس كيجمعوه بالماء، بصح انا الإضافة اللي غادي نضيف الحليب. جربوا بهذه الطريقة البنات راه كيجي لذيذ بزاف بالحليب. صافي كنخلطوه راه كيجي جاري يا البنات، وما تخافوش يعني راه ينفع غادي تدخلوه للفران. طبيعه الحال غادي يعقد مع فيه البيض وغادي يطلع مع فيه الخماره. صافي كنخلطو مزيان حتى ما كيبقاوش دوك التكتلات نتاع الدقيق. نخلطوه مزيان غير هكا بالفوي يدويا. وكاين اللي كيبغي مثلا كيجمع المقادير كاملين في 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 الخلاط الكهربائي. صافي كما كتشوفوا البنات غادي نخلطو مزيان. هي غادي نضيف الماء يكون عادي من الروبيني. غادي نضيف جوج كيسان الكيسان او بطبيعة الحال ثلاثة الكيسان اللي عبرت بهم الطحين، هما اربعة الكيسان. وما تخافوش البنات الا جاكم جاري كما قلت لكم غادي يعقد في الطياب. كنخلطوه مزيان
هي هنا كاس خامس يعني خمسة الكيسان تاع الماء. هنا يا البنات غادي ناخذوا المول اللي غادي نوضعوا فيه الكارن ديالنا، غادي ناخذوا هكا واحد الاناء زجاجي، اللي ما عندوش يقدر يدير اي مول عنده يكون هكا شويه غارق. انا خديت هذا نتاع الزاج وغادي نوضع فيه الخليط ديالي. طبيعة الحال الفران راه سخون على اعلى درجه، غادي نحط كارن يطيب. كما قلت لكم البنات راها وصفه سهله، يعني توجدوها العشاء الكوتي زوينه وفيها يعني منافع. كما كتعرفوا راه الحمص فيه واحد المنفعه كبيره. غادي نوضعوا البنات يطيب وغادي نتلاقاو من بعد ما نخرجوه من الفران. هنا يا البنات كما كتشوفوا كان ها هو طاب، شوفوا كيجي زوين، يعني وصفه سهله وبسيطه. طبيعه الحال المنطقه الشرقيه معروفه بكران، ما كاينش اللي ما كيعجبوش كران. طبيعه الحال غادي تاخذوه مع سواء مع اتاي ولا مع كما قلت لكم باريده اللي هي كتمشى معاها، وتقدروا تضيفوا الكمون من الفوق ولا تضيفوا الهريسه، كيبقى داكشي اختياري. نتمنى البنات الوصفه نتاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا البنات بلي جيم وبلي كومونتير، تشجيعا منكم فضلا وليس امرا. الى وصفه قادمه ان شاء الله. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا